على الحقاوة بتاعت الاستقبال، وده طمعكم وده المتوقع وده المعلوم عنكم بالضرورة. انتم أهل كرم وأهل فراسة وأهل شجاعة وأهل مطالب، وزي ما ذكرت من قبل الدكتورة مريم الصادق شرق السودان عنده قضايا وقضايا عادلة، وشرق السودان عادة في مختلف الأنظمة القادة في كافة أشكال التمييز. أشكال التمييز خلت إنه الشريك الغني، الشريك المتنوي، الشريك اللي فيه الموارد البشرية والطبيعية وغيرها بيكون قاعد في قاع السلم التنمية في البلد، بيكون هو الأفقر، هو الأقل تعليما، هو الأقل خدمات صحية، وهو الأقل استفادة من الموارد. والثورة دي جاب عشان تنهي كل أشكال التمييز، كل أشكال التمييز. الثورة جاب عشان الحرية، ولينا نحن أفراد بنتكلم وبنقول آرانا وبنتنظم. وزي ما قال الناظر تريك، طبعا الزمن بتاع إنه الحكومة بتغمى على الراي بالطيران في الانتنوف، ولا بتغمى على الراي بالعنف للدهب. أي صاحب راي كلمة مسموعة، أي صاحب راي الحكومة هي خادمة للناس ما سيدة عليهم. يجيبوا في مكان فتحون وتسمعوا، وفي النهاية طالما خدتينا قدامنا نصلح البلد دي قدامنا في النهاية بنصلح. فنحن لما نتكلم عن العدالة، العدالة دي معناها إنها كل أشكال التمييز من أي جهة من الجهات. ما في أي عدالة بتتحقق بإنه ينتهي تمييز بالمجموعات محددة عشان السودان للسودانيين، السودان للسودانيين، لا للاجئين، لا للاجئين. السودان ده كل مواطن سوداني عنده جنسية سودانية، ده مواطن سوداني، ما في تمييز ضده حتى لو حتى لو يعمل إغلاق، ما في تمييز حتى بتاعت الكيزان، ما في ولاد مسؤولين لاجئين. أنا قبل كده اتكلمت معاك، ما تقول لي للاجئين. أنا برضه بقول لك، ما في تمييز لأي زول من الناس. أنا بقول لك، لما أقول لك الشركة ده في قضايا عادلة فيه، مواطن الشركة ده مختلف قضايا، مختلف قضايا، هو ضرر من سياسات القهوة والتمييز. مواطن الشركة ده هو الفقران، هو ما لاقي صحة، هو ما لاقي تعليم. الناس دايرين يعملوا فتنة، بين أهل الشركة نفسهم، دايرين يعملوا فتنة بين أهل الشركة نفسهم، يخلوهم يتحاربوا مع بعض عشان في ناس تانيين دايرين يحكموا الخرطوم، أهل الشركة يفترض يتوحد، لأن الثورة دي جات ترفع كل أشكال التمييز ضدهم كلهم عشان يستفيدوا من مواردهم، عشان يلقوا الوظائف، عشان يلقوا التعليم، عشان يلقوا الصحة، عشان يلقوا الخدمات، عشان يلقوا حقوقهم في الميناء، عشان يلقوا حقوقهم في الموارد المعدنية، عشان يلقوا حقوقهم في كل ثرواتهم. عشان كده نحن لما نجي الليلة للناظر تريك هنا بناء على دعوته، ما تأخرنا إطلاقا، بمجرد ما استقبلناها مبادرة الإدارة الأهلية مشكورين اللي سعوا بالخير وبالصلح ما بين الناس. بمجرد ما قال يا أخي أنتوا عندكم دعوة هناك، وقلنا نمشي الليلة قبل باكر، عشان نقعد، عشان نسمع، عشان نتكلم، عشان نتفاهم، عشان بالنقاش وبالحوار وبالأفق المفتوح الخاتم مصلحة البلد دي قدامه، وخاتم وحدة البلد دي قدامه، وداير يهزم المخططات. في مخططات داخلية وخارجية، عشان تقسم السودان ده، ودايرة تستغل الشرك ده عشان يكون عنصر التقسيم. الشرك اللي صدر الاستعمار، ونحن هسه زرنا مزار أمير الشرك عثمان دينا، الشرك ما بيكون مدخل، للنيل من السودان. هو دايما الحصن الحصين اللي دافع عن وحدة السودان بكل أشكال التبعية، بكل أشكال الاستعمار، بكل أشكال الدخولات غير المرغوب فيها. إنسان الشرك ده هو إنسان أصيل في السودان، إنسان أصيل في السودان. السودان ده كله حكم، السودان ده كله حكم، ما حكمه الشرك بس. عشان كده إذا كان ده المنهج بتاعنا اللي بنتناقش فيه، القضية محلولة. انتوا اهل مطالب، انتوا اهل حقوق، اكد لكم باسم الحكومه الانتقاليه، باسم مجلس الوزراء، باسم السيد رئيس الوزراء، انه ما في صوم بقى عليكم اطلاقا بكل اشكال التمييز والظلم، حتزال وحتنفع ان شاء الله. نمرق منه بنتائج كويسه ان شاء الله، عبر النقاش وعبر الحوار تزال كل اشكال التوتر الموجوده، وكلنا نبني البلد دي سوا، نستقبل الثوره دي سوا. الثوره دي جات عشانكم، انتم شاركتوا فيها، انتم بتحققوا منكم تستمتعوا بالخيرات، انتم بتحققوا منكم ترفضوا اي شكل من اشكال الظلم بيدخل من اي باب من ابوابها، والظلم ده بنزيله سوا، والبلد دي بنبنيها سوا. والسلام عليكم ورحمه الله.